نعم هو مقلق، ولكنه لن يبعد تركيزنا عن إنهاء أو هزيمة داعش. هذه الهجمات حقيقة لا تؤذي الروح المعنوية لقوات التحالف. نحن في العراق نتحالف مع شركائنا، ونحن لدينا مهمة لهزيمة داعش. إنها داعش هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، إنها داعش هي التي لديها أيديولوجية الكراهية والتدمير. فمجددا التحالف موجود في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لهزيمة داعش، وهدفه هو تحقيق الأمن والاستقرار والاستقرار القانوني. هذه الميليشيات وداعش هي التي لا تريد الاستقرار ولا تريد الأمن ولا تريد الازدهار الاقتصادي، بل هم أشخاص مليئون بالكراهية ودون أي أمل، وهناك فراغ، وهم بأيديولوجيتهم هذه المليئة بالكراهية تعبئ ذلك الفراغ. وبالتالي نحن بالتحالف مع قوات البشمركة والقوات العراقية سوف نستمر بمكافحة داعش وهزيمتها بحيث لا تظهر مجددا، لأننا نعرف بأن الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية منذ العام 2014 إلى 2015 لم تتوقف إلا أن هزموا على الأرض، ولكن هناك بقايا لهم، وهم بدأوا مجددا يستخدمون أساليب الضرب والهرب، ويقتلون الناس ويغتالون الناس ويعملون عمل العصابات. ولكن نحن كتحالف نعمل مع شركائنا لنتأكد من أن لا تعود داعش إلى قوتها، وأن لا ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وأن لا ترتكب الجرائم ضد الشعب العراقي والسوري مجددا.